ألقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة في نهاية مناقشات المجلس اليوم حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025. هذا وتوجه رئيس مجلس النواب في كلمته بخالص الشكر والتقدير للحكومة ممثلة في وزراء المجالس النيابية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتفاعلهم المتميز مع ملاحظات النواب من مختلف الأحزاب والمستقلين. مناقشات ثرية وتعكس مشهدا ديمقراطيا للجمهورية الجديدة وتفاعلا مبهرا من الحكومة خلال جلسة اليوم. وفي هذا المقام أؤكد على تقدير المجلس للحكومة برئاسة سيادة الدكتور مصطفى مدبولي ولجميع مؤسسات الدولة لجهودها الملموسة في تحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً.